وللقاء المزيد من الأضواء ينضم إلينا من الرياض عبر الهاتف على الهواء مباشرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السيد أحمد الركبان. سيد أحمد، يعني علمنا وعلم الجميع أن الحكومة السعودية قدمت كل التسهيلات للحجاج القطريين وعلى ضيافة خادم الحرمين الشريفين، بالرغم من ذلك كله النظام القطري لا زال يحاول تسييس الحج. ألا ترى يعني أنت بشكل شخصي بأن ذلك يشكل وصمة عار في تاريخ النظام القطري عبر منع مواطنيها من تأدية ركن رئيسي من أركان الإسلام؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة البحرين العزيزة. المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز وهي تتعامل مع الحجاج بكل احترافية عالية وتعتبرهم ضيوف على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم على الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية على حد سواء. ولذلك الحقيقة المملكة تعاملت مع حجاج الإيرانيين رغم دناءة وحقارة الحكومة الإيرانية منذ أكثر من 40 سنة، منذ أن كان الخميني في ثورته الإرهابية إلى يومنا هذا، والإيرانيون الحقيقة يعبثون في المقدسات، وتعلمون أنتم ويعلم البحرينيون أن إيران تعبث في الأراضي المقدسة كأطهر فقعة على وجه الخليقة. ولذلك الحقيقة القطريون بالنسبة للملك سلمان وبالنسبة للحكومات الخليجية الملك حمد وأبناء زايد وغيرهم، الحقيقة نعتبر الشعب القطري هم أخواننا وأبناؤنا. ولذلك الحقيقة تعامل الملك سلمان بن عبد العزيز الحقيقة بأبوة عالية واحترافية في تعاطي مع الموسم الحج، ولم يسيس بالنسبة للمملكة السعودية مسألة الخلاف بين حكومة قطر الحالية والسابقة مع ما تعبث به في المنطقة. أنا أعتقد الحقيقة أن الملك سلمان استطاع بحكمته وبثقافته العالية هو والأمير محمد بن سلمان أن يثبتوا للعالم أن الحج لا يمكن بأي حال من الأحوال مهما اختلفت الآراء أن يسيس ضد الشعوب وضد الإخوة المسلمون. ولذلك يعني ومع ذلك الحقيقة ومع الحقيقة ما عملته الحكومة السابقة والحكومة الحالية في قطر، إلا أن المملكة العربية السعودية وخاصة خادم الحرمين الشريفين أمر باستقبالهم على حسابه الخاص وإرسال الطائرات للأحساء وللمنطقة الشرقية، وإضافة إلى ذلك أيضا حتى إلى الدوحة التي لم تسمح بعد بهبوط الطائرات السعودية يعني استقدام الحجاج إلى مكة المكرمة. لا شك الحقيقة أن هذا التسييس من قبل الحكومة القطرية معروف، ولذلك أنا ذكرت في إحدى القنوات الشهيرة قبل أكثر من أسبوعين عندما أمر الملك وافق الملك، ذكرت أنه إن سلمت الحقيقة أو سلم حجاج قطر من تعنت الحكومة القطرية فلا شك أن الحج سيكون يعني محور الأفئدة بالنسبة للحجاج القطريين. أنا أعتقد أن الحكومة القطرية والساسة في قطر لم يدركوا مضامين توجيه خادم الحرمين الشريفين، ولم يدركوا ايضا انهم يعني عوملوا معامله خاصه لم يصل اليها اي حاج. نعم. على مستوى الخليقه. نعم. طيب الان سيد احمد، لو تطرقنا الى تطابق النوايا وايضا الاهداف بين قطر وايران لنشر الارهاب والفوضى في المنطقه، بلا شك ذلك يتقاطع مع اهداف دول مجلس التعاون في الوحده والمصير المشترك والتنميه. طيب. لخدمه الانسان في الخليج، ما تعليقك انت شخصيا على ذلك؟ اولا طبعا انا يعني استغرب ان الشيخ تميم انه لم يستثمر فرصه التقارب النفسي والاجتماعي الذي يعني اصله الملك سلمان بن عبد العزيز عندما سمح للشعب القطري رغم الحقيقه تعنت الحكومه القطريه. كان من المفترض الحقيقه من الساسه القطريين ان يدركوا ان هذه الخطوه تعتبر يعني نوعا من الحلحله في 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 في, في الامور. ولذلك الحقيقه طبعا لم يدرك يعني وزير خارجيه قطر يعني من الصعب ان تحكم عليه بانه سياسي محنك، ولذلك حتى هو لم يدرك ان زياره عبد الله بن علي ال ثاني للمملكه السعوديه لها وزنها ولها قيمتها، كون انه يعني يبرئ ساحه قدومه يقول نحن لا نعلم وانه لقاء خاص، اذا هذا يعني معناته في فتور في العلاقه السياسيه بين وزير الخارجية وبين مضامين اللي يحتاجونها القطريون. نعم. تباشر الشعب القطري عندما زار الشيخ عبد الله الخليفة عبد الله للمملكة. نعم. السعودية تباشروا جميعا لأنه في تاريخه وفي تاريخ أجداده هم الحقيقة الحكماء العقلاء في التعاطي مع دول الجوار البحرين والإمارات والسعودية. أعتقد الحقيقة أنه يعني عدم الوعي بمضمون هذه الرسالة وبمضمون هذا التقارب، هذا الدليل على يعني اتساع الفجوة التي بحث عنها حكومة قطر السابقة والحالية منذ أكثر من 21 سنة تقريبا. نعم. وهذا يثبت قطعا إدانة على الحكومة القطرية أن ما سعى إليه أمير الكويت والدنا الشيخ صباح الله يحفظه
هذا دليل على انهم لا ينوون التقارب ولا ينوون، لانهم يدارون الحقيقه مع الاسف الشديد من تل ابيب ومن كذلك من ايران، فاعتقد انه صعب جدا ان تتقارب مع حكومه هذا مستواها السلوكي في السياسه بالتعاطي مع حجاج قطريين يحتاجون الى الحج بكل يعني ينتظرون الحج كل موسم ينتظرونه بشغف. نعم. هذا ما لدينا. من الرياض الكاتب الصحفي والمحلل السياسي احمد ركبان، شكرا جزيلا لك.